اللهم يا ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات، ملء الأرض، ملء ما بينهما، ملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. يا رب كلنا لك عبد، يا رب كلنا لك عبد، يا رب كلنا لك عبد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، وتيسر بها أمورنا، وتقضي بها حاجاتنا، وتشفي بها مرضانا، وترحم بها موتانا، وتفرج بها كربنا. يا رب صلاة ملؤها الحمد والشكر لك والثناء لك، أن أكرمتنا بتمام فضلك، أن أكرمتنا بتمام عنايتك، أن وفقتنا لأداء النسك في هذا العام المبارك بمعية من نحب، زيارة إلى من نحب، فاللهم لك الحمد. بداية أيها الإخوة الكرام، تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم لفضيلة الشيخ القارئ عماد الدين الهبول حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خير الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق،
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم. هذه الأيام الفضيلة التي يملأها العبد المؤمن بذكر الله سبحانه وتعالى، بل ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفرج الهموم وتنفس الكروب وحتى يقضي الله لنا الحاجات، ودليله ما قاله سيدنا أبي بن كعب: سبحان الله، كلما أذكر هذا الحديث أقول جزى الله عنا سيدنا أبي خير الجزاء. كيف ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يجعل له من صلاة وسلام على رسول الله، حتى إذا ما قال له: أجعل لك كل صلاتي عليك وكل دعائي صلاة عليك يا رسول الله، فأجابه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نحتاجه في هذا الوقت، ما نحتاجه في هذا الزمان، ما يحتاجه كل أخ منا، إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك أيها الإخوة الكرام، أي لن يبقى عندك في هذه الحياة الدنيا هموم، لن يبقى عندك في هذه الحياة الدنيا ما يشغل بالك وفكرك، فقد كفيت هم الدنيا. ويغفر ذنبك، قد كفيت هم الآخرة بأن يغفر الله لك الذنوب فتدخل إلى الجنان برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. نكثر من ذكر الله ونكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. سيدي سماحة الشيخ المربي فضيلة الشيخ رمضان ديب حفظكم الله تعالى، أبناؤكم من طلاب هذا المسجد العامر بكم أحب أن يشاركوكم فقرة إنشادية لعلهم يغنموا نظرة من جنابكم تكون سعادة لهم في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت لبيت، طفت سعيت لبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت لبيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. يا مسافر على عرفات جبل الرحم لا تنسى، يا مسافر على عرفات جبل الرحم لا يا مسافر على عرفات، يا مسافر على عرفات جبل الرحم لا تنسى، يا مسافر على عرفات جبل الرحم بميناء ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا، بميناء ارمي الجمرات واطلب من ربك رضا، طفت سعيت لبيت، طفت سعيت لبيت
بين الصفا والمروة، طفت سعيت لبيك بين الصفا والمروة، بين الصفا مسعد مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة. الله مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت لبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت لبيك، طفت سعيت لبيك بين الصفا والمروة، طفت سعيت لبيك بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. مغرم يا يضمي الروح خذ لك جرعة من زمزم، مغرم يا يضمي يا الروح خذ لك جرعة من زمزم، مغرم يا يضمي الروح، مغرم يا يضمي الروح خذ لك جرعة من زمزم، مغرم يا يضمي الروح خذ لك جرعة من زمزم. وإن كان قليبك مجروح، وإن كان قليبك مجروح، روح للهادي يا الله روح، روح لحبيبي حبيب الروح. وإن كان قليبك مجروح عين الزرقاء لك بلسام، وين كان قلبك مجروح عين الزرقاء بلسام، طفت سعيت لبيك، طفت سعيت لبيك بين الصفا والمروة، طفت سعيت لبيك بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. تسعد تسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، مسعد يا من زرت البيت شهدت الكعبة الحلوة، لبيك طفت سعيت لبيك بين الصفا والمروة، طفت سعيت لبيك بين الصفا والمروة، بين الصفا يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، أشرق البدر عليك فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا، يا رسول الله قد طويا وجه السرور، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري،
مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروش الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا رسول الله يا القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد يا رسول الله وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا سيد الرسل يا من عمني كرمك يا سيد الرسل يا من يا من عمني كرمك قصدي أزورك قصدي أزورك قصدي أزورك وأصلي الصبح في حرمك شاعت الأنوار شاعت الأنوار من تلك الديار
المسلمين جل من نورك سقيم زال الألم من حسن أنوارك يلي شرفت الورى سقيم زال الألم من حسن أنوارك يلي شرفت الورى طرا بقرآنك يلي حجيت يلي حجيت لبي حجيت لبيت عبلنا أغنيا لك سقيم زال الألم من حسن أنوارك يلي شرفت الورى طرا بقرآنك اللي حجيت لبيت قبلنا أغنيا لك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر طلع البدر سوا حولنا سوا أيوة من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع الشكر علينا أينما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
الله الله وجب شكر على ما دعا لله داع عليه ما طيبة قلب زاد شوقا واشتياقا سائقا لهو عن سرب نحو هاتيك البقاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا بدر من طيبة تجلى بدر من طيبة تجلى بدر من طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي بدر من طيبة تجلى قد أضاء نورا ولاحي الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل يا هنا من راح وزارك يا هنا من راح وزارك يا هنا من راح وزارك ثم شاهد بنشراحي يا هنا من را ثم شاهد بنشراحي الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل إنني أمدح جمالك إنني أمدح جمالك إنني أمدح جمالك ما على المدح جناحي إنني الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل الله جليل زدني بفرط الحب فيك تحيرا الله جليل الله جليل زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشاً بلظى هواك تسعرا الله جليل الله جليل وإذا سألتك أن أراك حقيقة الله جليل فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى جليل يا قلب جليل أنت وعدتني في حبهم صبرا الله جليل صبرا فحاذر
أن تضيق وتضجرا، إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتعذرا. أسبي لي سترا علينا، أسبي لي سترا علينا، أسبي لي سترا علينا، مجزعا للخير ساعي، أسبي لي سترا علينا، ما سعى للخير ساعي. الله جليل، الله جليل، الله جليل، الله جليل، الله جليل، الله جليل، الله جليل. إنني أمدح جمالك، إنني أمدح جمالك، إنني 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 أمدح جمالك، ما على المدح جناحي، إنني لامدح جمالك، ما على المدح جناحي. الله جليل، الله جليل، الله جليل، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، لي فيك يا أرض الحجاز حبيب، نور العيون، نور العيون وللقلوب طبيب، في الأرض أحمد وفي السماء محمد صلى الله عليه وسلم، في الأرض أحمد وفي السماء محمد، عند الإله محبوب. في الأرض أحمد وفي السماء محمد صلى الله عليه وسلم، عند الإله مقرب محبوب، قد جاء القرآن وحيا صادقا، شرعا شريفا ليس فيه لغوب، وله بطيبة روضة
من زارها نال المنى، من زارها نال المنى، نال الهنى، نال المنى وتيسر المطلوب. يا يوم ميلاد الرسول محمد، يوم سعيد للأنام طروب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي درة الزمان، سماحة الشيخ رمضان ديب، أكرمكم الله في هذا العام بزيارة بيته وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنتم الذين لا يغيب عنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في الحضر ولا في السفر، وأنتم الذين نهلتم من دوحة عظيمة، من دوحة سماحة شيخنا وقرة أعيننا سماحة شيخنا الشيخ أحمد كفتارو، أخذتم منه ونهلتم منه وأكرمكم الله بكرامة الدارين، وما ذلك على الله بعزيز. أيها الحضور الكرام، بداية مديرنا مدير مجمعنا فضيلة الدكتور محمد شريف الصواف، والإخوة الحضور العلماء الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب، في هذا اللقاء الكريم الذي اجتمعنا في هذا المسجد عش الأولياء، هذا المسجد الذي كان في جنباته البكاؤون والواصلون، كان في جنباته المحبون لله عز وجل. أيها الحضور، أقدم لكم الشاعر الخطاط المبدع الأستاذ عدنان شيخ عثمان، يلقي علينا قصيدة في هذه المناسبة الطيبة، فليتفضل إن سمح مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قدومي إليكم من حمص ابن الوليد خالد رضي الله عنه، وصلت للتو وأحمل عبقا يحضرني الآن قول أحدهم وكان مجاورا لمقام سيدنا خالد رضي الله عنه، يقول له: خالد يا ابن الوليد، يا فتى العزم الشديد، أنت سيف الله مردي كل جبار عنيد،
قد سما ركن افتخاري بك يا حامي الديار، فرع لي حق الجوار يا ملاذا للطريد. جئت إليكم من حمص وكنت قد حملت معي حلاوة الجبن الزائعة الصيت، حملتها إليكم ولكنني نسيتها في الباص، فصارت من حظ السائق ومعاونه. نعم بس عم باخذ دواء سيدي. شرفني فضيلة الأستاذ الدكتور محمد شريف الصواف مدير هذا المجمع الشامخ أن أكون من المدعوين إلى هذا الحفل، وطلب مني أن أنظم أبياتا في عودة درة الزمان فضيلة العارف بالله الكبير الشيخ رمضان، فقلت له على العين والرأس، مع أن البال في انشغال والهموم طاحنة، وما أظن واحدا فينا إلا لديه من الهموم ما لا يعلمه إلا الله، ولكن الحب هو الذي ينظم القصائد وهو الذي يرصع القوافي. لجأت إلى شقيقي الأستاذ طريف الشيخ عثمان المقيم في الإمارات، وهو أستاذ للغة العربية وشاعر من أبرز شعراء هذا العصر، فقال لي سأكتب واكتب أنت أيضا، فجعلها مسابقة بيني وبينه، وقال لي يلي بيسبو بياكل فستو، فسبقني بخمس دقائق في الحقيقة، وأسرد عليكم ما نظمته أنا وما نظمه شقيقي. طبعا نهنئ أنفسنا جميعا بعودة درة الزمان فضيلة المربي الكبير العارف بالله تعالى سيدي الأستاذ الشيخ رمضان ديب، عودته من الديار المقدسة بعد أداء مناسك الحج وزيارة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، ما غرد القمري أو ناح الحمام، هي عودة سالمة غانمة بفضل الله تعالى وحسن إمداده ولطيف إسعاده. مد الرحمن الرحيم في عمركم المبارك يا سيدي، وأنتم تقودون سفينة العرفان بأمان وسلام في هذا البلد الطيب المبارك. أقول على البحر الكامل، رمضان إن رحيقكم من كوثر عصرته خبرتكم مدى الأزمان، وعظ عتيق الوجد أنت تديره ذو بهجة كتعانق الخلان، أندى من الفجر البسيم ضياؤكم وحضوركم متوهج الألوان، ركن مكين من سمو مقامه يصف الشريف موطد الأركان، فاحمد إلهك في عظيم نواله جعل الفلاح هدية الإيمان، ثم الصلاة على الحبيب محمد عين العيون محبب الرحمن، والآل والصحب النجوم فإنهم نبراس هدي راجح الأوزان. أما نظم شقيقي الأستاذ طريف فللقدر الجميل، جاء على البحر ذاته الكامل
وعلى القافية ذاتها النون المجرورة بعد الألف. يقول: رمضان عاد بنوره الرباني، غوث الندى وهدية الرحمن، كالورد ينشر في الرياض عبيره، يسبي النهى بوقاره العدنان. ماست رياض الحب عند قدومه، وتضوعت بالمسك والريحان، وتدفقت أنسامها تيك الربا، والطير تشدو أعذب الألحان. يا سيدي يا سيدي، أهديك فيض جوانحي، بالحب تزهو في مدى الأزمان، زخرفتها من وحي حبك أحرفا، فتألقت كلآلئ وجماني. إني أنا الصواف خادمك الذي أججت بالحب الشفيف كياني، وأسرتني وملكت فيض خواطري، بالشوق يسري عابق الإيمان. يا ربي فاحفظ شيخنا كنز التقى، ما حن مغترب إلى الأوطان. أشكر لكم حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا مرة عند سماحة شيخنا في المزرعة، وكان هناك ضيوف مشايخ من حما ومن حمص وبعض طلاب العلم. فعندما دخل شيخنا بدأ الشيخ سعيد الكحيل بالتكبير الذي نكبره في العيد، الله أكبر الله أكبر. فقال له الشيخ: هذا التكبير في العيد؟ قال: قدومكم عيد، قدومكم ولقاؤنا معكم عيد. وحقيقة هذا لقاء هو عيد، وعيد كبير. لا أعلم إذا ممكن نعطي فقرة صغيرة للمنشدين حتى يكون هناك تكبير، حتى نشارك كلنا بهذا العيد. وكلهم، كل الأحباب يحبون التعبير عن فرحهم بسلامة شيخنا وما من الله عليه من العافية والنعمة، وما من الله عليه برجوعه بالسلامة. قصيدة للأستاذ عبد القادر المنعم إمام جامع الحلالات، فليتفضل إن سمح مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيدي الشيخ رمضان، سادتي العلماء ومشايخي وأساتذتي، عندما أراد الشيخ رمضان أن يذهب إلى الحج كتبت بضعة أبيات أريد أن أودعه بها، ولكن لم يتيسر ذلك، فمن الله سبحانه وتعالى علي بتتمة أتممت بها قصيدة أهديها له اليوم بين أيديكم. سعيتم إلى البيت الحرام وأنتم لمن يهتدي بيت جليل مكرم، فكم حجة كانت لنا في رحابكم، بها النفس تكوى والقلوب تقوم، وكم من معان راقيات بها ارتوت قلوب العطاشا، قلوب العطاشا فاستزادوا وزمزموا،
فمن فهمكم حفظ الصلاة جماعة، مدى الدهر لا شيئا سواه يقدم، ومن فهمكم صون الخواطر كلها لحب شريف ذاق معناه هائم. صلوا عليه. ثنيتم عن الدنيا، ثنيتم عن الدنيا وعن حظ نفسكم، ثنيتم عن الدنيا وعن حظ أنفس، فناداكم المولى وقال تقدموا، وطاف على أعتابكم كل نادر من الفهم فيه الصالحون تنعموا، فيا حظ من وافاكم أو رآكم، لأن الذي يأتي حماكم سيغنم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك الشفاعة، يا مطلبي، يا نبي، يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك الشفاعة، وهذا مطلبي يا نبي، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لك شفاعة يا رسول الله، يا نبي، يا نبي، يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي رسول الله، يا نبي، يا نبي لك الشفاعة، وهذا مطلبي يا نبي، جئت للبر يا بالشرع المبين، تنشر الهداية بين العالمين، تنشر الهدايا بين العالمين، اشفع لنا، لنا، لنا يا حبيبنا، اشفع لنا، لنا، لنا يا حبيبنا، لك شفاعة يا رسول الله، يا نبي، يا نبي، يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك الشفاعة، وهذا مطلبي يا نبي، يا رسول الله، لك الشفاعة، وهذا مطلبي يا نبي. سيدي فضيلة الشيخ المربي الشيخ رمضان ديب حفظه الله، السادة أعضاء مجلس أمناء المجمع، وأخص منهم سيدي الدكتور
محمد خير فاطمي، وأستاذنا الأستاذ محمد غسان الجبان، وأسأل الله تعالى أن يحفظ لنا هذه الدرر وهذه الخيرات وهذه العطايا التي من الله تعالى بها علينا. وجزى الله تعالى عنا شيخنا إذ علمنا وربانا ثم لم يتركنا إلا وقد ترك بيننا هذا الميراث العظيم، وترك بيننا هذه المعالم وهؤلاء الأعلام الذين ما زالوا يدلون على الطريق القويم. قرأت فيما قرأت من أخبار السالكين إلى الله تعالى أن الوصول إلى الله تعالى مبني على إحدى ثلاثة أو ثلاث أسس. الأول، الأس الأول هو المجاهدة وسهر الليالي ومغالبة النفس وقهر هذه النفس والمبالغة في البعد عن كل ما تشتهيه النفس. والأس الثاني هو الجذب، يختص الله تعالى عبادا فيلقي في قلوبهم سرا أو معنا يجذبهم إليه بغير سبب ظاهر. والأس الثالث هو الخدمة. وقد يظهر للرائي من وهلة الأولى أن المجاهد أصعب، ولكن أهل الله تعالى يقولون أعلى طرق الوصول وأصعب طرق الوصول هي الخدمة، لأن الخدمة طريق ليس فيه شيء من حظ النفس وليس فيه شيء مما تعزي النفس نفسها به. حتى المجاهدة فيه حظ نفس، يعني بيشعر الإنسان هيك بصورة من صور البطولة أنه قهر نفسه في شيء من الأشياء. أما الخدمة فكلها تكليف بلا تشريف، وكلها أسباب، كلها أسباب صعبة يصعب المنال. هذا المعنى العظيم الذي جعله الله تعالى بابا للوصول اختص الله تعالى به خواص نزع منهم كل معاني حظ النفس حتى يصل الإنسان إلى الله تعالى خالصا من كل شائبة نفس. مما قاله لي أخي وسيدي الدكتور محمد علي الملا جزاه الله تعالى عنا خيرا، قال لي: لقد آليت على نفسي في هذه الرحلة أن أكون خادما لسيدي الشيخ رمضان، ونويت هذه الرحلة لبيك اللهم بحجة مع خدمة سيدي الشيخ رمضان، لأني رأيته كثيرا وسمعت من شيخنا كثيرا وهو يخدم شيخنا سماحة الشيخ أحمد كفتارو، ومن خدم خدم، ومن خدم خدم، ولذلك فإني آليت على نفسي أن أكون في خدمته لأنه خدم شيخنا الشيخ أحمد كفتارو. فقلت له: لقد قرأت وما أذكر من الذي قال هذا، قال: لقد رأيت الأنصار يفعلون شيئا في خدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم آليت على نفسي ألا أرى أحدا منهم أو من ذريتهم إلا خدمته. رأيت الأنصار يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام فآليت على نفسي ألا أرى أحدا من الأنصار أو من ذرية الأنصار إلا وخدمتهم خدمتهم للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على منة المربي، وحقيقة والله والله لقد ألهم من قال: لولا المربي ما عرفت ربي. وكل معرفة يظنها السالك إلى الله تعالى معرفة بالله تعالى من دون دقائق فهم المربي ليست معرفة،
وإنما هي خيالات وإنما هي أوهام، حتى إذا جاء المربي وضع هذه المعرفة في القلب وصبها في القلب نظرات وكلمات وتصويبات لحال أولئك السالكين إلى الله عز وجل. إن أذنتم لنا سنستمع من المنشد المحمدي الشيخ منصور زعيتر اللي ورطنا ورطة كبيرة، ما في غير كل الناس يقولنا يقول إن شاء الله دعي لنا خير، إن شاء الله شو بدي أدعي لك، إن شاء الله دعي لي خير لك، شو بدي أدعي لك، شو المناسبة خير على عرفات دعي لي لك أخي، أنا مو بعرفات، لا الله وكيلك، فالله الله أنا شفتك بعرفات، شفتك مع الشيخ منصور، تقول لك دعي له الشيخ منصور كله هون، هو الشيخ منصور مو بلحش، لا إله إلا الله. فنسمع من الشيخ منصور هلاقيك شيء واحدة محمدية، ثم نسمع كلمة إن أذن أستاذنا الأستاذ غسان جبان جزاه الله تعالى عنا خيرا، كلمة يعني صغيرة، ودعاء من أستاذنا الدكتور أبو الخير فاطمي جزاه الله تعالى عنا خيرا. هل سواكم لعلتي طبيب، أحبا يا قلبي هل سواكم لعلتي طبيب، بداء العاشقين خبير، أعير عيوني نظرة أعير عيوني، أعير عيوني يا عيوني يا عيوني، نظرة من بهائكم فما كل من يغني الوصال يعير، غار عليكم أن تراكم حواسدي وأحجب عنكم والمحب غيور، والمحب غيور، يا سادتي لا تبعدوا الله الله عني فإني ابنكم الله الله، يا سادتي لا تبعدوا عن أبوابكم الله الله، أرجو الرضا يا سادتي الله الله من فضل ربي عندكم الله الله، يا آل ودي إنني الله الله في بابكم بأعتابكم الله حاشا أضام وإنني الله الله شاهدت حسن كماليكم الله الله، من زاركم نال المنى الله الله، حاشا يضام نزيلكم الله، منوا علينا
علينا علي علي بنظرات الله الله تحيي الفؤاد بسركم الله الله حاشا أضام وإنني الله الله محمودكم في بابكم الله حاشا أضيع وإنني الله الله منصوركم في بابكم الله إن كنت عبدا مذنبا الله الله فالعفو كان لجدكم الله الله وبه أنال مقاصدي الله الله دنيا وأخرى وعندكم الله الله من علينا علينا نظرا بالمصطفى لا تتركوا الله الله هذا النازل ببابكم الله الله بالمصطفى لا تتركوا الله الله هذا النازل ببابكم الله الله بالمجتبى لا تتركوا الله الله الفقير ببابكم الله الله حاشا أضيع وإنني الله الله محسوبكم في جاهكم الله الله حاشا أضام وإنني الله الله فقيركم على بابكم الله الله نصر النبي محمد الله الله في كل غزو مجمعكم الله الله نصر النبي محمد الله الله في كل غزو علمكم الله نصر النبي محمد الله الله في كل ساح علمكم الله الله حاشا نضيع وإننا الله الله في العلم نحن خدمكم الله الله ثم الصلاة دائما الله الله تغشى النبي حبيبكم الله الله وصلاة ربي دائما الله الله تغشى النبي حبيبكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله ما فاح عطر مديحكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله تغشى النبي حبيبكم الله ثم السلام عليكم الله الله ما فاح عطر مديحكم الله 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 سعد قومي
بالله فازوا الله يا سعد قوم بالله فازوا ولم يروا في ورى سواهم اجتباهم فنزاه الفكر في علاه ليس لهم لي سوى التفاتهم كيف وقد شاهدوا سناه استنشقوا نفحة هواهم تجلى بالنور والباء لهم فقالوا يا هو يا هو فقال رب كريم نعم الإله أقبل من تاب من عبادي ولا أبالي بما جناه الملك ملكي والأمر أمري والعز عزي تدخل حماه ما قلت للقلب أن يحب إلا وقال ضمير الله بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا الله 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 لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حق قدره ومقداره العظيم يا ربنا لك الحمد حق حمدك كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد أن جمعتنا في بيت من بيوتك
على محبتك ومحبة نبيك ومحبة أحبابك. بداية أود أن أشكر أخي الدكتور شريف الصواف على كلمته الموضوعية الدقيقة عميقة المعاني التي أصاب بها كبد الحقيقة، بعيداً عن المبالغات وتقريباً للعقول والأفهام من حقائق الوصول إلى الله عز وجل. لا شك أن الثلاثية التي ذكرها هي من أهم أبواب الوصول إلى الله عز وجل، وفي ذروتها مقام الخدمة. وأنا أيها الأحباب شاهد على عصر وأعلم دقائق وتفاصيل في حياة شيخنا الشيخ رمضان لا يعرفها الكثير الكثير من الأحباب. لا شك بأنه دخل من أعظم أبواب التقرب إلى الله عز وجل وأعظم أبواب الوصول إلى مقام محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أوليائه، وهو باب الخدمة. أيها الأحباب، لعل بعض الناس يقول، وخاصة البعيدين عن الثقافة الإسلامية وبالأخص منهم من هم يملكون ثقافة معادية للإسلام، سأتكلم اليوم بشيء من الفكر والعقل والحكمة بعد أن سمعتم الكثير من مواد الترقية الروحية والعاطفية. هؤلاء يقولون: أنتم المتدينون تعظمون مشايخكم وتقدسونهم وترفعونهم فوق مستوى البشر. الحقيقة أيها الأحباب، هذا كلام باطل بعيد عن الحقيقة تماما، والدليل على ذلك ما تكلم به الدكتور شريف، أن أعظم مقامات الوصول مقام الخدمة. نحن لا نعظم ولا نقدس شيوخنا من خلال عبادة الأشخاص. قضية التشخيص وتقديس الأشخاص هذا ليس موجوداً بمسيرة العمل الإسلامي الحكيم. نحن نتحدث عن وقائع. عندما نحب الشيخ رمضان، عندما نكرم الشيخ رمضان، لأن الشيخ رمضان مدرسة علمتنا، من جملة ما علمتنا الخدمة. أنا مما رأيت بعيني وكنت مصاحبا لسيدنا الشيخ رمضان، واحدة سأذكر لكم، واحدة من أو اثنتين من خدماته. هذا دار القرآن اللي هو مواجه الجامع الذي كان دار سكن لشيخنا رحمه الله، والذي أصبح الآن ضمن
دار العلامة الشيخ أمين كفتارو، وفيه يعني نشاطات إسلامية ودعوية متعددة ومتميزة تليق بهذا الاسم العظيم الشيخ محمد أمين كفتارو. في هذا الدار كان الشيخ رمضان خادماً لشيخنا، وكنت أنا خادماً لخادمه ومصاحباً له في خدمته. والله يا أخوان، ليلة من الليالي كنت بمعيته إحدى غرف البيت، كان بيت شيخنا بيت من طين ولبن أساسه، فبعض الغرف انتابها الضعف وبدأت ينهار أجزاء منها، فانبرى لذلك الشيخ رمضان فقام بهدم هذه الغرف بطريقة فنية من غير مشاركة مهندسين. بالمناسبة الشيخ رمضان عنده فكر هندسي، ويعني بعض المهندسين يعجبون، وعنده فكر طبي إذا حدا منكم بيحب، يعني مجال الخدمة واسع عنده. المهم قام بهدم هذه الغرف والشيخ ساكن بالبيت لم يخرج، بدون أن يزعج الشيخ، بدون أن يولد خطر على البناء، بناء طين ولبن وخشب ممكن ينهدم. كنت أنا وإياه بخدمته، كنت والله أيها الأحباب، مضى علينا الليل وأذن الفجر والشيخ رمضان يعمل بالمحفار وبالكريك وينقل بالقفة، القفة اللي بينقلوا فيها التراب، وأنا إلى جانبه أرى وأشاهد وأعمل معه. بلغ به التعب منتهى، فوجدته استلقى على التراب، الأرض كلها تراب، استلقى على التراب، ومن كثرة الوقوف والضغط والحمل صار في دوالي بالرجلين، فاستلقى على الأرض ورفع الرجلين وضعهم على الجدار حتى الدم ينسحب وينزل إلى الأسفل، ونام نوما عميقا من شدة الإرهاق والتعب والضنا. مادة الخدمة هذه ترقت إلى أنه كان الشخصية الرئيسية في بناء هذا المجمع، المشرف الميداني. كان شيخنا يعطي التعليمات والتوجيهات ويأتي ويشارك ويلاحظ ويراقب ويعطي التوجيهات. من كان الذي ينفذ هذه التوجيهات؟ الشيخ رمضان. كان غرفة العمليات، غرفة العمليات، أنا أعني ما أقول وبدقة، غرفة العمليات، نعم ليه مو عمليات حرب مع إسرائيل، يعني غرفة العمليات في تنفيذ التوجيهات، شيخنا في صناعة هذه المنشأة العالمية، كانت في هذه الزاوية هنا في الباحة. أما القصر الذي كان يسكنه الشيخ رمضان وهو يعمل من أجل تنفيذ عملية البناء خطوة فخطوة، فكان مساحة
تقريبا 5 أمتار بـ5 أمتار من السقف خشب وصاج، صاج من المخلفات يعني مو صاج جديد، وجدران أيضا خشب وصاج. وكان الشيخ رمضان ليس فقط في خدمة بناء الجامع بل في خدمة الدعوة أيضا. يوم من الأيام كنت بمعيته في غرفة العمليات، فدخل شاب رجل فرنسي مع زوجته. هذا الرجل يحضر لدرجة الدكتوراه في علم التصوف، فأشاروا إليه في باريس أن يذهب إلى مدينة دمشق إلى جامع أبو النور تجد مبتغاك. دخل وجلس، كان غرفة العمليات تبع الشيخ رمضان هي فندق 7 نجوم يعني للنوم، وجبات الطعام 3، الضيافة. من الضيافة اسمعوا هذه، قدم لهم بعد الغداء لهذا الرجل الفرنسي وزوجته الفرنسية المسلمين وعم يحضر درجة في الدكتوراه، قدم لهم شراب يشبه الزهورات. والشيخ رمضان صياد جذاب للقلوب، جذاب للعقول، بأسلوب فيه شيء من المداعبة والمباسطة. هو وضع الصينية أمامه والكاسات، وهو يصب بيده لهم وللحاضرين كاسات. هلأ بتعرفوا شو محتواها. أخذوا شربوا، قال لهم الشيخ رمضان: هل تعرفون ما هذا الشراب؟ تشاور مع زوجته، ما طلع معه شيء. قالوا له زهورات، قال لهم لا. قالوا له شاي أخضر، قال لا. قالوا له يعني نوع من النباتات يعني مليسي مثلا، قال لا. قالوا ماذا إذن؟ قال هذا تجدونه في سلات القمامة. يا لطيف، هذا الفرنسي فتح أدنيه هيك وعيونه هيك، يا لطيف، عم نشرب شيء موجود وين؟ سلات القمامة. قالوا يعني متعجبين، يعني كيف يعني شو شلون سلات؟ قال هذا قشر شراب، قشر البرتقال. وقشر البرتقال وين بيحطوه الناس؟ بسلات القمامة. أما أنا قشر البرتقال والليمون وأمثال، أنا ما أرمي هذه الأشياء في سلة القمامة، أنا أستفيد منها وأعلم الناس أن يستفيدوا منها. فأنتم تشربون الآن مغلي قشر البرتقال، هل أحببتموه؟ قالوا جدا. قال افعلوا هذا عندما ترجعون إلى فرنسا، لا تكبوا ترموا قشر البرتقال بالسلات القمامة، اغلوا واشربوا، فيه فائدة صحية وطبية. نحن لا نقدس شيوخنا، نحن نجعل شيوخنا، نأخذ شيوخنا قدوات. اليوم نعيش حرب قدوات، يريدون منا أن نقتدي بالتافهين، بالأنذال،
بالعاهرين، بالناس الضائعين، ونحن لا نقتدي إلا بالذين يصنعون مجد الإنسان، صناع الإنسان. الشيخ رمضان من صناع الإنسان، قدموا سيدنا الشيخ شريف قال الشيخ الداعي المربي. ماذا يعني داعي مربي؟ أي أنه صانع للإنسان، بيجيب إنسان، يأتي بإنسان بقيم الشارع، يقوم بتخلية صفات المرذولة وتحليته بالصفات الحميدة الراقية، فيصنع منه إنسانا آخر. هذا من أهم ما نقتدي به بسيدنا الشيخ رمضان. الشيخ رمضان مدرسة، نتعلم علو الهمة. ومثال بسيط على علو الهمة ما ترونه اليوم، ما اجتمعتم عليه. سيدنا الشيخ رمضان أطع 100 سنة، وإن شاء الله ربنا بيزيده من فضله وعطائه ويعطيه الصحة والعافية والقوة والنشاط والمدد. قولوا آمين. تعلموا هاي المدرسة، نحن لا نعظم ونقدس من فراغ، نحن نكرم ونقدر هذه التجارب الرائدة وهذه القامات العظيمة، ونقتدي بها ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لنصنع مجد لهذه الأمة. هذه رسالتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله تعالى عنا خيرا، والحمد لله أن هذه الكلمة مسجلة، لأنها في الحقيقة مليئة بالفوائد والبدائع. الله يجزيك عنا الخير. ومع مسك الختام دعاء أستاذنا الدكتور محمد خير فاطمي، جزاه الله تعالى عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله ولك العطاء كله. نحمدك يا ربي في هذا المجلس حمد الذاكرين الشاكرين المحبين العاشقين. نحمدك يا ربي على نعمة الإيجاد، نحمدك يا ربي على نعمة الإمداد، نحمدك يا ربي على نعمة القرآن، نحمدك يا ربي على نعمة محبتك، نحمدك يا ربي على محبة نبيك صلى الله عليه وسلم، نحمدك يا ربي على محبة العلماء. نشكرك يا رب ونحمدك أن جذبتنا إلى العارفين وجعلتنا بينهم خدما لهم أجمعين. اللهم لك الحمد على ذلك. اللهم إننا في جلسة تاريخية مؤرخة في الدنيا والآخرة، مجلس نلتقي به على احتفالنا بعودة شيخنا الشيخ رمضان، درة العصر، بل درة التاريخ، بل درة مسجد أبي النور، بل درة الدعاة، بل درة العارفين، بل درة العاشقين والمحبين، درة الأولياء بكل ما فيها من معنى. اللهم يا رب هذا اجتماعنا، جئنا اليوم في هذه الجلسة التاريخ لنتبارك بشيخنا الشيخ رمضان ديب، هذا الذي نحبه من أعماق قلوبنا، هذا ما بقي من أجدادنا وآبائنا، هذا الذي مد الله في عمره ليكون للجميع، لمن لم يعيشوا شيخنا أو الشيخ أمين أو مشايخنا ليروا
خلاصة جمال أولئك في شخصيته التي نراها اليوم. مد الله في عمره ليكون لنا درسا مدى التاريخ في كل معاني العارفين بالله. وقد من الله عليه في هذه الرحلة المباركة، وكنت أتابع خطاه في رحلته وقلبي معه، لكأني بك يا سيدي يا شيخنا يا شيخ رمضان، وقد دخلت من باب السلام ووقفت أمام الحضرة النبوية، أمام المقام، فسح لك المجال، وهم يبعدون الناس عن هذا المقام. وقفت بجلال قدرك أمام هذا المقام وقلت يا سيدي يا رسول الله، جئتك من مسجد أبي النور نيابة عن كل من في مسجد أبي النور، نيابة عن هذه الطريقة النقشبندية، نيابة عن سيدنا وشيخنا الشيخ أحمد كفتارو، نيابة عن كل زملائي من المشايخ، نيابة عن كل المريدين لسماحة شيخنا ومن أحب علماء هذا المسجد. جئتك يا سيدي يا رسول الله، نعم أنت تخاطب رسول الله، فقلت له يا سيدي يا رسول الله، في ساعة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وها هي ذي دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قلت ذلك يا سيدي يا شيخنا يا شيخ رمضان، واستمع النبي إليك وهو حي في قبره يستمع لمن يصلي عليه ويصلي بعد ذلك ويرد السلام، فلكأني بك شعرت في أعماق قلبك، في روحانيتك، في عطفك وحبك، وكأنك تقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعرت بهذه اليد في أعماق روحك، في أعماق صدرك، في أعماق قلبك، في أعماق وجدانك. ما تمالكت نفسك إلا وأخذتك الصلاة على النبي بالصلاة عليه في كل ما تحفظه وما تحبه وما تردده في كل مجالسك، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا روحي يا رسول الله. نعم، لحظات بينك وبين رسول الله، سلمت عليه وسلمت نيابة عنا جميعا، وقلت له يا رسول الله، تركت من ورائي من يحبك كحبي، تركت من ورائي من يتمنون أن يكونوا معي، فجئتك بدلا عنهم رسولا عنهم. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، لكأني بك وقد أخذت يمينك وخاطبت سيدنا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا عنوان لا تحزن إن الله معنا، عنوان كبير، دستور كبير، شعار كبير، تركته إلى الأمة الإسلامية في أي منحة أو محنة يضيق بها الأيام، وإذا بهم يرددون ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن. نعم، شعار لن ننساه أبدا. وتذكرت قول رسول الله فيك
يا أبا بكر عندما قال صدقني يوم كذبني الناس وزوجني ابنته وأنفق علي ماله. قدمت درسا لكل من يحب العارفين كيف يكون مع أهل الله فيما ينبغي أن يقوموا به تجاهه. سلمت نيابة عنه وأخذت يمينك إلى سيدنا عمر فقلت السلام عليك يا عمر الفاروق، يا من أعز الله بك الإسلام يا أمير المؤمنين. وجرى بينك وبينه حديث لكأني بك في رأفة سيدنا أبي بكر وفي عزيمة سيدنا عمر رضي الله عنه. ودعت الجميع والجميع من حولك ينظرون إليك على تلك الأنوار التي غمرتك وأنت بمواجهة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودعت ثم ذهبت إلى مكة المكرمة ودخلت طائفا فنظرت إلى الكعبة، إلى جمال الكعبة، إلى أنوار الكعبة، وأنت الذي حججت مرات ومرات، لكنها هذه الحجة كانت حجة منفردة. فطفت بالبيت فرأيت جمال البيت، ثم طفت ثانية فرأيت جمال البيت ورأيت رب البيت، ثم طفت ثالثة وإذا بشعورك العميق ضمن هذه السنوات الطويلة التي خدمت بها العارفين وضمن هذه الأنوار والتجلي الذي تجلى بها الله عليك، وإذا بك تطوف، طفت بالبيت وما رأيت البيت بل رأيت رب البيت، وقلت له يا الله جئتك من بلاد الشام، جئتك من بلاد الآلام، جئتك من بلاد الأوجاع، جئتك نيابة عن أهل الإيمان، عن مريدي الشيخ أحمد وتلاميذ مشايخ هذا المسجد، جئتك بدلا عنهم. أقول يا الله ارفع البلاء عنهم، ارفع الغلاء عنهم، ارفع الشدة عنهم، ارفع ما حل بهم، واجعل بلدهم آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جئتك نيابة عنهم جميعا ذكورا وإناثا، جئتك نيابة عن المشتاقين، جئتك نيابة عن المحبين، جئتك نيابة عن الصابرين، جئتك نيابة عن المرابطين، جئتك نيابة عن الراضين. اللهم فرض عنهم جميعا، لقد حملوني الكثير. اللهم يا رب فأعطي كل من حملني وسألني ووصاني لا تعطيه ما أراد وإنما أعطيه فوق ما يريد. اللهم يا رب هكذا عرفناك يا شيخنا وسمعناك وأنت هناك في عرفات تناجي ربك بأشد المناجاة، بأحر المناجاة، بأتقى المناجاة، بأخلص المناجاة. يا رب أمة سيدنا محمد أنقذهم يا رب، يا ربي أمة سيدنا محمد يا رب أعزهم وانصرهم على أعدائهم وانصر إخوانهم في غزة يا رب العالمين نصرا مؤزرا يا أكرم الأكرمين،
نعم أيها الإخوة، نحن في جلسة تاريخية، نرفع أكف الضراعة بهذه الساعات متوسلين بصاحب الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنقول يا رب ما اجتمعنا هنا إلا لنتبارك بسيدنا وشيخنا ودرة عصرنا وما بقي من سلفنا الصالح، وما كان داعما لخلفنا الصالح. بارك الله بكل العلماء، وبارك الله بمشرفنا الدكتور محمد شريف الصواف الذي يهيئ كل هذه الأمور، كان الله معه مؤيدا وناصرا، وكان الله مبينا لنا جميعا كيف توحد القلوب وكيف نعيش مع بعضنا بعضا لنتابع هذه المسيرة، ولن نتركها أبدا، ولن نفرط بها أبدا، ولن نكون إلا مجتمعين على كلمة سواء في محبة الله ورسوله. اللهم يا رب إنا نسألك بحق ما سألك شيخنا الشيخ رمضان هناك، وأنا الطماع وهؤلاء الطماعون على بابك، ألستم الطماعين؟ ألستم من أحباب الله؟ ألستم من أحباب رسول الله؟ ألستم من أحباب من يحب الله ورسوله؟ اللهم يا رب كانت قلوبنا جميعا مع شيخنا في حله وترحاله وذهابه وإيابه وعودته، اللهم لك الحمد أن أعدته لنا سالما. اللهم من باب طمعنا نقول إن عبادك اجتمعوا في عرفات وكلهم قد أكرمتهم وكلهم قد غفرت لهم كما قلت أنت يا الله، وكلهم قد أسعدتهم وكلهم قد استجبت دعاءهم، ولكل واحد منهم هناك كانت له دعوة خاصة. هؤلاء الطماعون يقولون لك يا رب بقلب واحد، برسالة واحدة، برسالة مستعجلة إليك يا رب، لا نرضى منك يا رب أنت الكريم إلا أن تعطينا جميع ما سألك أهل الحجيج في عرفات، وأن تكرمنا جميعا بما أكرمتهم، وأن ترفع عنا البلاء وما حل بنا يا رب، وأن ترد الغائمين إلى بلادنا والمشردين إلى بيوتهم، وأن تجمعنا جميعا على محبتك ومعرفتك. اللهم يا رب العالمين، كما هيأت لشيخنا هيأ لنا جميعا أن نكون في رحلة قادمة جماعية إن كانت بأجسادنا أو بأرواحنا. اللهم يا رب نسألك ما دعاك شيخنا بأي دعوة خاصة أو علانية إلا حققتها في قلوب الحاضرين والمستمعين والمشاهدين ذكورا وإناسا. اللهم إني أسألك في هذه الساعات المباركة، وإني أعلم أن في قلب كل واحد منكم من الحاضرين شيء خاص يرفعه إليك الآن يا رب العالمين، تخصه فيما يتعلق به وبزوجته وبأولاده وبوالديه وبكل أمر خاص به في دنياه وآخرته، موجوعون، مساكين، فقراء، درويش، محتاجون، وقفوا على بابك بسر أحبابك، بسر شيخنا الشيخ رمضان دين. نسألك اللهم أن لا تخرجنا من هذا المجلس إلا وقد أعطيت كل واحد منا سؤله، وفرجت همه وكربه، ويسرت أمره إلى كل خير، وحفظتنا جميعا مع كل أهلينا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، وأن لا ترينا سوءا في أهلينا ولا في بلادنا ولا في بلاد المسلمين. اللهم وعم الخير في جميع بلاد المسلمين. اللهم يا رب العالمين بارك بالحجيج، اللهم اغفر للحجيج ولمن استغفر لهم الحجيج،
وردهم سالمين غانمين إلى بلادهم يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في حياة شيخنا الشيخ رمضان مع الصحة والعافية دون بلاء ولا امتحان، ومثل ذلك لوالدينا ولأزواجنا ولأهلينا ولأحبابنا أجمعين، فضلا منك وكرما يا رب العالمين. أنت العليم بحالنا، أنت العليم بحالنا، فلا تخيب سؤلنا، سألناك العفو عنا فتكرم بذلك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندك وبأسرار وأنوار وتجليات سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الذين قاموا بهذا اللقاء من كل قلبي، لأن هذا اللقاء ما كان متوقع، ولكن الأمر الإلهي هو الذي جمعكم على محبته وعلى رضاه وأملي بفضله وكرمه وعطائه وإحسانه. كل من حضر أن نقسم له مائدة سماوية إلى قلبه بدون طلب، فضلا منه وكرم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا جسدا أن يجمع قلوبنا على محبته ورضاه، وقدم أخي اللي هو أكبر مني للدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسينا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا طيبا واستعملنا صالحين، وبارك في الحاضرين ووالديهم وأولادهم وأزواجهم وذراريهم، وبارك لنا في حياة سيدنا الشيخ رمضان مع الصحة والعافية التامة يا كريم، وارزقنا وإياه العودة ثم العودة ثم العودة مرات وكرات حجا وعمرة إلى بيتك الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتقبل منا بسر الفاتحة.